Hello, hello, Malachoga. Hello. Hello, ha, Malachoga. Male Magla. Adale Magla, ha, la socora. As have a. My Magashan. And Salamaya, as have ta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نصحات ماشي كتيرتنا والسلام يا مالي مغلا هذا مغلا سان ها صاقر بليس وايدين با وايد توغا وايد باري يا ها سواكا تشوس واصفي عنا دبا السلام عليكم لما نصحات ماشي كتيرتا ادبانو السلام يا جيبي جو جابا نمو السلام يا السلام عليكم وحنا صفر استهل كنا موضوع كهلا ما أنت يا موضوع من كهلا يا أوكي إن وصف يعني ودي شكتنا دي مغلسان صابت صابت على صايع بس ما صار شيء ودي شكينا يا يقول صايع غير فيسبوك أوكي أوبس يقرا علي النقطة تلفون كاسير العي تلفون كيف بعد عي العي وراي وحوري يجيك لتشوتش بول هذا الكم كره ها أوكي ناسف عن لما أنا سحبت هل كان يا سلانتي صاق الشيء أدبان السلام يا إن وحن ربعينا كهلا موضوع ير أيان ما أنت ربعينا كهلا موضوع عسان ربعينا إذن لا غيب صدوه لكن مهمد وحورت المركة وراءه أني ضدك صواب بطان صواب بط صواب بط وعندما سنتين لما أنا أصحاب تهلكن قسامي ساء أهد بني ديم وضا السلام يا إن موضوع عن ربينا إن كلها الله وحويان ما أنت قورك دلني يرتهب لها يريري أضياشا قورك دلني أضياشي هب لها يرير بربينا إن كلها الله قبدا بينا روشي راي ها قبدا بينا روشي اوكي ما نبلا بشي كذينا اصحابي ديار موتينا دي بلا بو امكا موتنا اوكي ان موضوع مانتا كالي حويان ويلشي دليار تهاي او اضياش سوق كساران تاس سنو حيكيني سا دادوين كودي ان دليار او شباب او 15 مركو ساشن شير اينا يارو قروح لي قرسي دو وهابار مفانتين مركا ان محالة رادا ارنكا سان رباين ان كهدلو مانتا انيقا لفتيقا او اضيار بني مكراتسين ايا يونسكو قبانا يا مفانتين اوكي ان هدبا اصحاب عن موضوع ان ينو بلابا ان شاكذا نذين هيانا عن ذين كشاكايا ان صببتا عن ذين شاكو اضياش و ايو قرسن ايان هبلها يريرنا ايو اقلان ايان انا لو قرسن ويلاشي دانير تاهايد محاكو رعي كودي مركا تاسان كهلا ان صببتا نو حوي ايان مركو ويل دانير اه يينا دانير اه شكان سدان تعالوا وذا قادان إنن كير يار إنن كير الدورش وكتر ما فانتين مركا دورش ذي أيا وقت يجي كري ذي سق بدي إنت أبي حسلي أرما توك قرح بدن أبى توك في عده شاي وير كادي بيسلي ما كان مكا وح لبعت ذا كيني يا أبوين وح ويان
أضيجي أي السجن كفايدة سنة ما دام وإنا كي راد كل بدي بودي جاي قبل كل بدي بودي جاي دور السنادات والربا محل على هذا إنه قبل دي لش كست قبل دي لفتي جاي وقت ما كنت وحاجة سير أو يجر على هذا صحي ألو إس إي سي أوكي hold on please أنا إجرى عليها تلفون بيجس ولا حق عليه. أوبس إجرى عليها. Hello. Yes yes yes. Okay okay please hold on. يرسق أصحابه إجرى على هذا. تلفون بقى الله يفنوك كتير تلفون كسر دعي أذان كو قد بي ما أنا حبسون بقى ألو أبو سو قد بي أوري أو ماما غلي نسو رعي كفضل من قرار ما غلي آه أوكي إيقر على هذا أصحابي شا تلفون كو أنا قاعد تيري وحن دوني شاكد يعني دين وضع شاكد يعني دين وضع وحا هيد سببتا إنان تلانيرتا أه ku qasbaysa inuu guursato oday weyn wiilkii dhalinyarta ahaa wuxuu rabaa inuu waqti qaato maalinba maalin ilaa waa wiil dhalinyaro moogta maalin kasta wuxuu baranayaa hablo yaryar oo qurqurxoon wuxuu isleeyahay inanta baldib yar dhigdib yar dhigay adana saacad baa ku socoto xisaabtamaysa ma fahantay marka maadaama saacad gabadhi ku socoto oo xisaabtamayso waxay go'aansanaysaa deeg mararka qaar baad guurka qaar waad tuuraysaa moogta ilaa waxay isleedahay habli yar yaraa qeyrkeeda marka aragto ubad dhalayo guursadeed waxay soo dhanaysaa inta lagu oran lahaa guun baad noqotay ay ka carareyso guunimada guunimada intay ka carareyso ayay maxaa la yidhahdaa ay ku dhacaysaa oo istuuraysaa ayay ku dhacaysaa oday weyn oo 90 jir odaygii weyna already noloshiisii isagu soo qaatay waqtigiisii soo qaatay xaas buu soo yeeshay caruur buu dhalay maxaa la yidhaahdaa ay maadaam xaas iyo caruur dhalayna de isagu noloshii iyadana waxay rabtaa wax noloshii imika la bilaaba ayay u baahan tahay moogtahay gabadhu maadaama ay u baahan tahay nolosha wax la bilaaba waxa fiican inay hesho wiil dhalinyar ah oo sideedoo kale ay nolosha isla jaanqaadi karaan inamadii intooda badan waxaa ka dhaadhacsan hablu waxay u guursanayaan odayaasha because lacag buu haystaa no lacag ma haysto waxaa jira odayaal aan waxba haysan laakiin hablu waxay u guursanayaan inaan la yidhaahdo waa la qabaa just maga nacal xaas baan ahay ninba guunimadii bay ka cararaysaa ma ogtahay gabadhi marka wiilasha dhalinyarta ah maxaa la yidhaahdaa ay hadda soo kacay waxaan leeyahay hablaha waqtigaa ka ridina waqti baa ku socda ha lagu yaaco yaan waxba laidinla sugsugin kaalintiina yaan laydinka qaadan gaboobo afartan jir ah inuu inantii yarayd hoosta gashado gebigay gaalka waali cas ma ogtahay marka asxaabay asxaabta qaaliga ee facebook ay ugu jirta wiilashan la hadlaya wiilalow hablaha waqtigaa ka ridina shukaansiga beentaa ka joojiya afarta naagood iyo saddexda naagood kusaan ka joojiya gabadhu laga waxaa ma jecla waa iskalahaa telefoon baa soo dhex galay gabadhu waa iska qalbi xabxab waxay jecel yihiin ma anigu oday ma rabo inan ba halkani weydiina wuxuu igu dhaa adiga oday ma rabta anigu oday ma rabo waayo waxaanan u rabin oday waxa weeyaan dhimanaa karay oday cajuusa siniintii saaban ku agaboobayay aniguna lamid baan noqonaya islaam baan noqonaya moogta marka walaalayaal asxaabta wiilashan la hadlaya hablaha saacadaa ka ridina shukaansiga beentaa ka joojiya dumarku iska qalbi wanaagsan yihiin wixii lagu dhaahdo way qaadanayaan dumarku waa hablihiidin dhalay yaa markaa ka ilaaliya maxaa la yidhahdaa inaad qalbi xanuun ku ridaan ma fahanteen oo dee maxaa la yidhahdaa saacadana ha ka ridina waayo ninku dee 40 jir iyo 50 jir haddii ku guursado isaga waa nin waqti kama dhacayo laakiin gabadha 50 dhaafto markaasu 50 marka dhaafto walwalaa ku beermay walwalgalaya talo xilimaadadna guursan talo xilimaad caruur yeelani talo xilimaad maxaa la yidhaa mustaqbal samaysani talo xilimaad arki doonta ubadkaagii ood dhashay ayay marka hablihii odhanayaan moogtaan marka odayaashuna ayaga raali ahaana laakiin de odayaashu way qaldan yihiin waxay u qaldan yihiin ayay waqtiga uga soo qaateen islaamay soo qabeen odaysan hadduu doono odaygan guursanaya inantiisa ayay laagtay ma xishoonayo sidee buu inan yaroo inantiisa leeg uu xaas uga dhigan midda kale iyadan ayadaa kasii daranba waayo oday aabaha leeg sidee baabad naag ugu noqono hame sidee baad ugu hamoonba waa qalad ma fahanteen asxaabay marka kuwa odayaasha guursadaana haga raali noqdaan laakiin runtaan u sheegayaa
een gabadha kastana waniga sheegay sababta maxaa la raadahay ku kaliftay inay maxaa la raadahay oday gursato een waxa weeyaan intay ka carareysa waqtiga isleedahay iyo yaani saacadu ka dhicinaysa soo qab gaaro iska gaaro is daba qabay la waad gaboob iyo een sheekadu ma faantay marka ilaahay ka baqo ilaahay ka baqo hablaha halagu yaacaban kuuri hadii kala dhe hablaha yaro inay yaro quraysh 15 marka odayaashii qaadaan maadaama carmal markay noqotay la yiraahdo waxaad ila u dhimanayaa waqti badan ma sii waaray adduun doono dhulma deynayaa gabigiisba marka mar ayaga xarmalaad guranaysaan inta hablu freshka yihiin quruxda badan yihiin inaan nimada iyo dii haystaan ka gaara taasan idin kula talinaya hablahan waxaan leeyahay u kaadiya wiilasha dhalinyarta ha laga waramiyo qaar wanaagsan oo guuriyo mustaqbal rabaa way jiraan waqti siiya alla sheekaysataan marka asxaabay saasan idin kula talinayaa hablahow yaa hablaha saasan kula talinayaa inay inamada dhalinyarta eegaan inay odayaasha iska daayaan oday aabbaha leeg oo hooyadaayo ka hooyada da'deeda soo qabay sidee baa badnaag ugu noqonaysaa waa qaladaasi inamada dhalinyartaana ayaguna laftigoogu ha baraarugaan guurka laguma khasaaro maxaa la dhahdaa diinteenaaba tiri haddaad fakhri ka naxdid waa inaad guursatid haddaad ka sii yaabtid waa inaad sii guursatid ma fahantay marka maadaama sidaa tahay asxaabay maadaama sidaa ay tahay oo aayaddaasi inoo sheegtay inaad markaa fakhri ka yaabtid aad gabadh guursatid haddaad ka sii yaabtid inaad guursatid guurka laguma khasaaro waa lagu qaboobaa waa barwaaqo waa farxad raggan cabsoon ee dhalinyarta guurka ka baqanaya gabadhihii ka baqanaya imka sanadka maanta raggii gabadhihii baabay ka baqanayaan oo waxay leeyihin armay kugu xumaantaa armay naag xun kugu noqotaa sidoo kale waxaa guurka qurbuhuna horta waaba guurka ugu waalanay jiray isagu qurbaha waa la isguursanayaa waa la isfurayaa hablo waxaad arkaysaa dhalinyara oo ninkooga soo furay ma fiicna inaad ubadkaaga aad 150 aabo aad u kala samaysid waxaa fiican labada qof marka ugu horeysa inay isfahmaan oy noloshooda qaybsadaan oy dee maxaa la dhahdaayey si ay iskugu noqdaan lamaane nolosha inta ka hadhay dee ay maxaa la dhahdaayey isla dhammaystaan ma fiicna furitaanku sidoo kale aad baan uga hadlayaa furitaanka waayo ilmaha markay aabihii hooyadu kala tagaan saameynta ugu weyn ilmaha ayay ku dhacdaa waayo ilmihii waxaad u geynaysaa nin aan aabihii ahayn amba waxaad u geynaysaa gabadh aan hooyadeed ahayn waxaa dhici karta inay caqabado badan kala kulanto oo kaalintii aabanimo ay tabto iyo kaalintii hooyanimo taasna qof garanaya unbaa garan soo marka asxaabay waxaan leeyahay ha laysku samro waqti ha laysa siiyo ubadka hadday ubad meeshii imaadaan ubadka dartood ha layskugu samro ma fiicna inaa la degdego furitaankuna ma fiicna maxaa la dhahdaa adigana kuma fiicna ilmahaagana uma fiicna mustaqbalkaagana uma fiicna marka asxaabay waxaan doonayaa inaan kaa ka hadlo habluhuna dee walaal kaugu horeysa labada qof inay marka ugu horeysa sheekada shukaansigu markuu bilaamo ayaaba la odhanayaa maxaa la dhahdaaye markuu haasaawuhu bilaamo hey marka haasaawuhu bilaamo ayaaba la odhanayaa gabadhay haa sidan macaan waa la isku waalanayaa wixii xiisa hadhu tale markii guriga laisla imaado xiisa ma imanaya moogtahay labada qof laakiin markay desiyaro mas-uulada sheekaystaan maxaa la dhaa waxay isla meel dhigaan ay isguursadaan taasi ayaa maxaa la dhahda farxadda keenta guurkana laguma khasaaro guurku waa qabow waa nimcad waxaad samaysanaysaa qoys dhan ubad baad dhalaysaa mustaqbal baad yeelanaysaa marka asxaabay wiilashan la hadlaya wiilasha gabadhi nin ma guursan karta moogtahay oo intay de nin u tagto kuma odhan karto i guurso waa ceeb caleeg laakiin dee dhaqankii waxay leey marsaa xarakaadkiio xarakaadkiiba ayadu la imanaysaayo dee ninkiiba de shukaansanaysaa ma fahanta way sheekaysanaysaa kadib laakiin guurku wuxuu ka imaadaa mar kasta wuxuu ka imaadaa ninka ayuu ka imaadaa guurku gabadha kama imaado soo raggu ha usoo bandhigaan gabdhahay la sheekaystaan inay guursadaan waayo labada qof waxay u sheekaystaan inay amba isguursadaan guur amba gaabsi de nin gaabsi rabana de gabadhi waqti kuma luusgaraynayso taa waa ognahay laakiin been buu sheegayaa isagoo gaabsi ka rabu korna xabiibtii macaanay waan ku guursanayaa waan ku jecelahay la-aanta abaar waaye aniga la-aanta ma noolaan karaayi indhaha nuurka ogiibaaba tahay kowdhe marka wallaahi asxaabay xitaa ragga qaar baa dee in horta midda kale aan waxaan aaminsanahay labada qof hadday isfahmaan isjeclaadaan nolosha dee farxaddeeda ayay helayaan moogtahay ubadkooguna markay arkaan hooyadii aabiyo isjeclo de wuxuu noqonaya ilmeero jacayl lagu koriyo quruxdiisa isagaaba laga fahmeeyo udgoonkiisa waxaa la yidhi awlaad jacayl lagu dhalay
udgoon kooga laga gartaa ma faantin marka in hablaha la naxariisto in dumar kuna rag ayaguna laftigoogu dumar kun ma aha waxa in ragun ma aha waxa dhibaatada keena laakiin dumar ka qaar ba dhibaatada keena ninkii oo jacalimka waxa ka dhaca mareekanka ninkii oo jacal gabadhii ayuu maxaa la raadaa ay way jecel yihiin laakiin waxa ku oranay saader hadda doon sinan ku gursado in maxaa la raadaa meeshan degana uu soo guro isaguna oran noloshiisa iyo mustaqbalkiisa wuxuu ka sameystay xaggan oo de ma guri karo marka waxa ku oranay saadaan id guri aanu hooyada kama soo fogaan karo maxaa la raadaa wadada ku qulqulday nagu kala wadba saasaa baa lagu kala tegayaaba qaar waxay isguursada qaar waxa jira isguursada waxaan anigu umul baan ahay uur baan leeyahay fool baan ahay uur baan leeyahay soo waxaan tegayaa hooyaday baan u tegayaa marka maadaama hooyada u tegayo adiguna maxaa la dhahdaa adeer deeg kaale marka ninka ma guriga hooyadeed ayay gelinaysaa gabadha marka la guursada sida diinteen iyo dhaqankeedna yahay wax weeyaan inay gabadhu ninkeega ay la degto uu meeshu degan yahay la degto taa weeyaan hablaha yaryar ee mukurka wadeele kaale adeer maxaa la dhahdaa ee ila soo gal guriga hooyada inaad u geysid waa qalad ninkaagu mase hooyada gurigeega ma inaan la yaal buu noqonaya waa ceeb dhaqan iyo maxaa la idhaahdaay dhaqan iyo waxaan leenahay dhaqan baan leenahay diin baan leenahay soo marka waa inaa diinteen iyo dhaqankeena lagu dhaqmo habluhu waa inay guurka sida fudud u baabinayaan ay iska joojiyaan waayo qofka garoob noqonaya waa ayad inkastuu nabigeena caleyhi isalaatu wasalaam u duceeyay carmalka haddana laakiinse ma fiicna guurku waxweyn waa masaajid dhan oo la dhisay masaajidkii haddaa la dumiyo waa dhibaatay leedahay marka asxaabe walaalayaal waxaan kula talinayaa inaa laysku samro laysku dulqaato inaa gabadhina ninkii u samirto ninkina gabadhii u samro de farxad iyo jacayl iyo si loogu dhiso odayaashiina laftigoogu dee waxay ka faa'iidaysteen gabdhii waxay maqleen ninku dhali karaa ku dhiqi karaa saadipon waxaa jira wiilo dhalinyar ah oo 20 jir ah caqliga ku yaalaana aanu ku jirin nin 10 jir ah ma faantiin maadaama sidaa tahay maxaa la idhaahdaaye wallaahi waxa weeyaan marka maadaama sidaa tahay wiilasha dhalinyar oo caqli jiraaridiina oo mustaqbal jecel inay samaystaan laakiinse aan janis dumarkii siinayn ama amba jeebkiisu dawliito oo aan janis la siinayn baa jira dee marka waxaa laleeyay waxa fiican horta risaqa ilaahay baa keena labada qof markay isguursadaana ilaahay baa wax ka amrinaysiin kuu qoray marka walaalow inamaduna guurkaa ku dadaalaan xaaraanta laga fogaado fusuqa ha laga fogaado hablaha la ixtiraamo qiimahay habluhu lahaayeen berigii awowayaashiin habluhu qiimahay lahaayeen waa inaa loo soo celiyo taasaa maxaa la idhaahdaaye taasaa wax samaynaysa waayo hablaha laftigooga ayagiiba qiimaha iskaridimka anigoo midhan oo lifesaa fadhiisanaya mid kastaaba iska kaa daawanaya inkastay de tani waxaan ay tahay waxaan aanay ahayn dhaqankeenii inaad de codkaaga meel fog laga helo laakiin haddana mararka qaar inaad fikir isweydaarsi laisweydaarsado way fiican tahay habluuna ayagu laftigoogu qiimahooga ha ilaaliyaan sharaftay lahaayeen ha ilaaliyaan maxaa la idhaahdaa dhaqankoogana ha ilaaliyaan den raguna dumarka qiimaha lahaayeen awalka hore dumarka sidaan ogeyn geeliyo waxaa laga bixin jiray qori intaasoo geeliyo qori baa laga bixin jiray gabdhuhu meesha raadka ay maraan ayaa la raadin jiray laakiin iminka sanadka maanta dumarkii baa batay dhaqamadii gaaladaynu qaarkoon dhaqanadii gaaladaynu raacnay marka ilaahay dee maxaa la idhaahdaaye xaq ahayna garoonsiiyo maxaa la idhaahdaaye ha ilaahay xaq ahayna garoonsiiyo asxaabey waxaan idin leeyahay okay maxaa la idhahdaa waxaan idin leeyahay asxaabey maxaa la idhahdaa waqtiga isa siiya hablaha la ixtiraamo guurkii dee guurka hore ha la soo celiyo dumarka maxaa la idhahdaa qiimahooga ha la ogaado furitaankan degdegee la kala boodayo ha la iska ilaaliyo marka waa kaas sida xaalku anigu waxaa soo fadhiistay inaan ragga ku idhaahdo oon u sheego ku idhahdo hablaha qiimahooga hala ilaaliyo xaasaa laga dhigto odayaasha waaweyn si ay uga waantoobaan waayo odayaasha waaweyn walaalo uma fiicna inan yaroo 15 oo uguba ubax soo baxaya inay oday weyno noloshiisii soo laastay oo gebigiisuba cimri deg deg qaadsiisan inay maxaa la idhaahdaaye ayay maxaa la idhaahdaaye inay maxaa la idhaahdaaye oday weynoo dee
نلاشي سساقاتي أو بدلاي إن إنا يرو نلاش ما أنت بلا أطهي إن أي محل ره داي إن أي ده إن أي إن أي إن أي محل إجرا على هذا الكلام يقول ده جواي ملك لا بس كحد إذا وين الله اللي صار ملك لا نوكم مكان هاي سو إجرا على النقطة إن مركا ولا على يال إلى هاي حق أنا جرنسيو أنا قلفت جاي وانسكيرا وانسكير ده اللي يرنموني وحيابه فش حمام قروح وأرجنا أنا جاي قلفت جاي قال إن الله هذا يعني سكب لابو وح صح ما صمي مي هي قف بيرفكت أهمي هي وحياب بدن بيجا قلدن إن وح دعي كرتا إن وحيابه أن قروح وهاين إن قروح وأركو إن مركا قار أدورن سيد ستايل كاجا مركا لبسيتي آه إن أتجمعها وحن حلتي مصاب حيانة بس سنة كلو كصاب حس سنة كلو يرى مركا أدمر بينهم هاي إن محل ره هذاي إن وعلى قلدم كرا إن وأنا لقيته بيت كين إن شاء الله يهدي له هاي نقص ما وأنا قدد ونعكسنا ونقنا إن إن ما ذن الصدق كلا يجونا كدة دالان أنا قال لي مسافر لي من الجورسني ولي إن أبان هذا اللي يرى لكن حكى هلا يا وح أيدتكم حالا هذا يبلشت اللي بعتد هاي ستة ده هبل هنا إن أنا هلا حق بنا because أنا جاي بعد دمرة وأنا كهلا رجعنا الصدق كلا وأنا هلا مركز أركتي أنا يرى قرح بدن قرح بدن وقلنشاء أوذي وين وين يا هوا وين الدس وجب يجي سوا خص نلش يصير لما يصير جورس ده ينير تا قلب جاي جحنونه والله مر كان أركو تا سنة نيتش بيجو كان تا مر كا ولا ريال ساسينسكو أجن هاي إن شاء الله قولي جبني من سكو أجن هاي إلى هاي حقا هن الجرنسيو أنا جانا إلى هاي محل ره ذاي حقا أنا قلفت جاي جانا هاي الجرنسيو يسود عيا حياة بدن بيجا قلدن وحياة بدن نو كوس أحسن هاي كل قفكو لين عكس تبا بيرفكت كما هانا يو ود لين عوكف يعني لين عوكحني هاي باتشر موقت هاي مركا ولا على يال ده وين يركو الله يو ده قال ما يدي كلاسة قلو ضياشة 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 ما يدي اللي يبدي تاسيو حي ده موچنة ساموكتا هذا الوحن كده مقضي وحن كده مقضي سامين تا يو حاسان كده مقضي سامين تا وضياش كوياشن دانيار تا هبلا هير قور كوغا وحن اركان فيسبوك بغالا كده هبلا يو هنبالي اضي اضي قبوبو سيرد عايا بسم الله الرحمن الكي اضي سيرد عاي جينيسا يا مركا ولا على يال إن ساسين سكو أجن هاي إن إنما دنيا رشبا بشرة إنما ذيرنا أنت دور دورشة دي وحكو شرا المستقبل كوجا هالسمايستان هبلوه جها قيميا هبلوه ما تدننكو وحلوري نو ولا بقى أرتي ويلش الصوماليات وين هبلوه جا هبلوه جبار ده راعي نين مدوب راعي عربي راعي تاسنا محاو عن إذنك هالسبب وآه ويا مركا هبلها حاجة إلى شيء هبلي إنما كده إلى شيء سيد قيمه وجرتين عد كلام الرهات سنة يعني موقت لكن مركز إذن كبا قد كارسين ويدان الدرالي قلن ويدان الدبان وشكتان نيد دكي تبسان الدخيان تان تاسي محالة راه داي تاني مركز وحي كينيسا لباتي كينيسا أو لباتو وين بي كينيسا إلا ان دوائنا دي محالة راه داي ولا عليال قبله دي مركز مسؤولية دي داد قادان محالة راه داي غيهي لين عكستبك كرالي قلسيد اد شعلاتيد اد شحيلو موجسيد قبردي دي ولا عليها روحي كينيسا مركا إني قبردي أي دي أيضنا إلان قبدو واسكا قلبي تلعسيين وحي لقول هذا ويقاتان ومحال هذا وهبلو وناكسن لكن إنا تينو راعدا نين مدو أو لقا حوقي بيسو الدين هايسن أو أسكاقا يينا إنا تينو راعدا نين عربا راق الصومالي دا هرتا نفرسان هان مركا سكاها الله إنا سويل صومالي عدو دوانا قبيل كدوانا ها هاذي إنا نقرسو دا أدنو كان وچعالهاي نين أجانبو دي ماان تددكي وقافكرين أن متشعري مركا هبلها لفتي جوجو أيق ويتشعري هي ناكستان ويتشعش هاي إني جورستو كبر كستابو يتشعش إني جورستو نين تلك هذا وينادير كذا ولا قرن يدنتي سيماش كيمي أسر كيس لا يقان لكن الرجب أو الصباب يا إني هبله ركلا الرعان وقتها ويا أيق بن قيمينين أيق بن قيمه هو فهمينين مركا محل رهضاي إن هلا قيمة يا هبلها شرفتو هلا إلى اليو إن وقبر ينادير تايا وقبر ولا شايا وقبر talkaaya malum baad iska soo shaqayn Mumbai waxa la raadayay in malum baad iska soo gashaan waa gabadh tolkaaya gabadhu ee waydarta inaad qadar jabisidood iyo jabisid maaha hadaan niyad u haynin oo jacleyn oo qof kale noloshaada ku jira runta u sheeg waxba waqti ha karid in anoo waxba naftaada been lagu ma weeliyo in walaashana been lagu ma weeliyo marka saaxiibayaal anoo waxaan idin leeyahay in waa inaad قبله قيمه هري لهايان وين دسوا علسان نين الرجل سوهم بقبله قيمه ويا لكرا وايح قيمه ويا لكرا
een maxaa la raaday markuu deeg sharaf u yeelo murwo ka dhigto guri dhigto naago haddii markuu gabadhu haddii markuu ugu maayay oo qiimeynay isku yaalaan oo rogoga adeecaan oo ixtiraamaan sidii hooyooyinkeen ay yeeshin ahaayeen inaynu ahaano dhaqankii ka daba qaadano weeyaan mid kale waxa la yiri barur baa barur iyo qulmiso waxa jira dad xun oo de ayaga dabeecadooda asaliyan u xumaanta u dhashay oo aan bedeli karin inoo u xumaan dhashay baa jira kuwaasaa xumaynaya saameyn ku yeelanaya inamadii wanaagsana iyo hablihii wanaagsanaaba ma fahanteen kuwa laftigooga ma aha inaad dee baruurta barur iyo qurminaysa inaad dee inaa maxaa la dhahdaaye inaad maxaa la dhahdaaye aad asxaab halkana weerar ugu hayso oo ayagaan markan qoraalkooga akhriyo ay maskaxdayga sii dhegayaan ma fahanteen marka ayaga laftigooga waxaa leeyihin caadi iska dhigaynaadayaal sidoo kale waxaa ka yaabay facebook waxaa ku jira dad caadiyan maskaxiyan xanuunsanayaba qaarkood wallaahi waxaa jira dadka qaar ah xanuunsanaya oo ayagoon waxaad ka hadlaysa dhegaysan amba commenteerka waxaad soo boost garaysa akhrisan ayaa cay amba wax xun iska soo horeysiya taasina waa qalad horta markaad wax ka hadlaysid waa inaad fahantid mawduuci wuxuu yahay marka aad ka hadashid laakiin haddaad iska jawaabtid dhibteed intaa waxay rabaan in indhaha dadka soo jiitaan oo de loo jawaabo laakiin anigu dee wixii si xun u hadleyno ma jawaabayo wixii si fiican u hadleyno waad mahadsantihiin baan leeyahay waa kaas de asxaabay aamiin walaalo aamiin aada baad mahadsantihiin asxaabta halkan ii ducaynaysa asxaabta halkan weerarka igu haysana saaxiib caadi iska dhiga baan leeyahay anigu haddii waa farcisho inaad iswaashid maayo inaad qof walaalka inaa aflagaadisid kuuma fiicna waa inaad maxaa ladhaa iminka durba waxay daawanayaa asxaab gaadhaysaa 400 iyo 400 marka dee kolley waxay rabaan waxaan ka hadlayay inay dhegaystaan fikradaha waa la isweydaarsan karaa laakiinse ma aha inaad dee waqtigaaga yar inaad cay ku seegtid cay kaaga baxo amba qof intaad ku mashquula sida cay timisid inuu waqtigu kaaga lumo waa laga qurux badan yahay soo markaa waxaa fiican amba waqtigaaga amba qofka hadaawanba wuxuu ka hadlayo oo iskaga dhaqaaq waa wixii kuguma socdaba amba qofkiida si fiican ula dhaqano wuxuu ka hadlay intaad dhegaysatid ood waqti siisid maxaa la idhaahdaaye inaad waqti siisid qofka waad ku odhan kartaa waxa ka qaldan waad u sheegi kartaa waayo waxa ka qaldan dee xaq baad u leedahay inaad fikirkaa ka dhiibatid laakiin inaad iska caytantid maaha amba waxun aad ka hadashid ya waa qalad caydu reeban xumaantu reeban cayna melihiyo anigu waan is ogahay inaanan cay lahayn alxamdulilahi rabbilcaalamiin waayo hooyada macaan ilaahay haydaaye sahre maxamed ibraahim ayaa dhaqan iyo tarbiyad fiican igu soo korisay inkastoo de dhararka laga yaaba xijaab de haddaan xidho de haddaan xijaab xidhana wuxuun baa layga sheegaya waayo waxaan ogahay moogtaa inaa soomaalidu dee iska hadal badan xijaab haddaad soo celidina waxaa lagoona waxbaa kaa qaldan adiga caadi matid haddaad isa soo qaabisina isastur diintii baad ka baxday markaas sidina kuma fiicno soomaalidu marka waxaan is yiri sidii stylekaaga adigu aad ku soo bixi lahaydan u lebiso ma fahanti dhalinyarnimadana wayna qaadaysaa dhalinyarnimada laftigeega meesha ku jirto dee qofku markuu dhalinyar yahay wuxuu rabaa inuu deendhaha dadka soo jiito uu iska yara qurux badnaada ma fahantin marka inaad erayaal haa waa ka dadka laguma mashquulo waa run inaa lagu habsaamana maaha inaa waqtiga iskaga ridana maaha asxaabta halkan iga salaamisana inkastoon qoraaladu aada degdegii dhaafayaanoon arkayn aada baan gebigoogaba wada salaamaya aanoon kala saarayn maanta mawduucaan ka hadlayna waxay ahayd hablaha qiimahay lahaayeen min zamaan waa inaa loo soo celiyo oo ixtiraamka iyo sharafta ay lahaayeen waa inaa la dhowro waa inaa hablaha la garto imika nin raga ayaa wuxuu soo qorayalaha telefoon baa soo gale waxaan idin yidhi inraga ayaa soo nayaadaas muxuu halku dhaqanka isagu ka keenay isagiibaa nayaa qofka waxaa la dhahdaaadaegsid baa jira loogu sheego wax ma fahanteen laakiinse inaad gortaansoo markaa inamada waxaan sheegayaa caytamaya ayagu ma dhaqan wanaagsana waayo ayagiibaa caytamaya qof caytamayaana maaha qof dhaqan wanaagsan iyo sharaf leh qof caytamaya isagiibaaba u baahanba inuu inaa dhaqankii tarbiyadda la baro anagu weligan waxaa macayno cidna ma aflagaadayno wixii de munaasib aanu hadalnana aan u aragnana waan soo fadhiisanaa waan ka hadlaynaa maxaa la idhaahdaaye kuwan de dadka caaye wax ka sheegayna
waxaan leeyahay walaalayaal ilaahay xaqaa idin garasiya ayaga laftigooga anuu idin macaayeeyo hadal xun idin kama odhan inkasta asxaabteed inta u badan ee facebook ay igu jira ay yihiin dad wanaagsan laakiinse waxaa jira dad aan facebook kuugu jirin oon friend lahayn oo dadka xitaa dadka qaar flowin ah oo jira waxa wanaagsan oo dhaqan wanaagsan oo si fiican u hadlaya fikirkooga xitaa mararka qaar waxa qalada waan samayn karaa luuqa intay soo galaan filsana waxa walaal kuma fiicna iska daa ana waan qaataa wixaan qaadan karayna bahad wixaan qaadan karayna maxaa la dhahdaaye waan iska daaya soo marka aniga idiin sheegay asxaab waxaan maanta usoo galayna aniga idiin sheegay ballanteennuna waxa weeyaan inaa odayaasha hablaha yar laga reebto inaa hablaha la qiimeeyo habluhuna de waa in ragooga ay qiimeeyaan inamadooda soomaaliyeed ee walaalahooda ay eegaan oo ixtiraamaan oo sidai dhaqankeen iyo diinteenu ahayd laga yeelo oo sidai hooyooyinkeen iyo ayeeyaasheen nagu soo tarbiyadeen aan qaadno marka waa kaa mawduuca intaasaan ku joojiyey idinkaga baxay reer facebook halkan iigu jirana haa asxaabtan halkan ku jirana dawa inaan yara sasalaamo wi haye haye okay waa sax asxaabey dadku way isku badan yihiin waan salaamaya naasir ciise cabdurazaq maad mahadsan tahay walaala adiguna maxaa la dhaha maxamed xasan xaga waad mahadsan tahay walaalo farxaan ood mahadsan tihiin dhammaan asxaabta halkan ku jirta aanoon midhmidh usoo koobi karayn ooay badan yihiin maxaa la dhaahdaaye waxaa jira isaguna nin ku qoran yahay hostan iyo mn aad wax magac sidaasoo kalaabaa ku qoran iguma jira facebook laakiin waxaan u maleeyaa inuu yahay dadka hawadayga la qaaday waxyaabo qaldan buu soo qoraya isaga laftigiisa wax yar kadib baa blog la saaraya markaan ka baxo lifekan ku jiro waayo muma qalmaba inuu flowing garay amba waxaan soo dhigay inuu arko maqalma kaasoo kale ma ogtahay inkastoo tusaatan dadka caynkaasoo kale inay yihiin dadka laga fogaaday dhaqanka xun leh marka asxaabay intii daawatay ee waqtigooga isiisay maxaa la dhahdaa halkan usoo fadhiisatay inay idaawadaan waxaan ka hadlayo waqtigooga ay siiyey aad baad u mahadsantihiin walaalayaal dhammaantiinba aad baad u mahadsantihiin waan idin jecelahay filsan baa la idhaahdaa yuusuf walaalo filsan baa la idhahaa oo magaca facebook qoran magacaygu magacyo kale lama baxo mahad cali aan ku salaamaya walaalo marka waad mahadsantihiin cabdiqani caydiricuri free ninka blogga la saaray blog baa la saaray wixii la fahmi waayeyba waayo qofaan u qalmin inaad waqtigaaga anigu waqti baan idin siiyey waan idin soo fadhiistay wixii fikirkayga ku jiray baan idinla sheer gareeyey soo wixii dee iyaguna xumaan wada waa in hawada laga qariyo moogtahay filsan dambe yaanay arkin iyo waxaan soo boost garay waxaan soo dhigatoona inkastoon jeclaa inaan idinla sii joogo maadaama dhowr boqol qof ay soo fadhiisteen meesha oo ay daawanayaan cismaan taareeyo waad mahadsan tahay walaalo cabdixakiin waxaan ku noolahay walaalo anu waxaan ahay reer jabuuti laakiin hadda waxaan joogaa meel yaroo waalanoo maraykan la idhaahdo ayaan joogaa muddo kooban baan imika halkan joogaa laakiin aanu reer jabuuti baan ahay marka asxaabay de intii uu dhaaftay sheekadii dee odayaasha iyo hablaha yaryarna hadhow tale gadaal xagga dambaad ka arki doontaan may dadkan aqaano keliya ma salaamaya cabdi fataax walaalo ee dadka indhahaygu qabtaan ayaan salaamaya walaalo waayo dadkan aqaaneen asxaabta dadka asxaabta xooganahay comonter ayagu mama soo bixiyaanba hadday ugu bataan hadday like saaraan moogtahay laakiin waxa inta badan comonterada soo bixiya waxaweyaan dadka wanaagsan ee aanan isgaranayn moogta marka mukhtaar axmed waan ku salaamayaa walaalo siman axmed waan ku jecelahay sidoo kale xabiibti quruxey mahadsanid hibo waad mahadsan tahay walaashay fawziya aad baad u mahadsan tahay dhammaan asxaabta halkan ku jirta midhmidh uma salaami karo laakiin intii indhahaygu qabtaan waan salaamayaa waanaan idin jecelahay.
ها ها ما فرحسنا ولا دول عنتين تا وانو ده شو هو يدي بامر كيد اللي يسوي فرحسنا ممكن وقص لي سوى عرض يدي ما هاي ما دام العرض يدي هاي وقص لي سوى فرحسنا حال هاي المي هو جوه ريان دلعي إن أنت هدي جوه ريسي ويان بتر ممكن مركز سيدا درت ده أنا هو يدي فرحسنا بعد ده شيء أنا وصادرت ده مركز توقص لان فرحسنا هاي الحمد لله إلهنا هاي سياديو أن فهما جامعة وصان قندونا إن شاء الله تشبوتي ولا شيء ونحس والله حوق بنوحس وضن كيجي محمد حسين محمد حاجي محمد ياسين نسيمة جبي آد بدل ما سنتين ولا عليال والله سكر يلا بنين شعل هاي وانسكدت شعل هاي موقت هاي محمد كرش كروكوت مقع ساسا مقع عاقا انت دموه فين ويس كرالاو او هالكا وحان كاركيا وحان كاركيا هالكا نكي نولو شايدا مركان يراي صوغا عن قبتي وحالا اسماعيل عمر شردون عباس وويل رير تبوتيا وويل انادو تشعال هاي وحويان نولو شايدا مركان يرا وحيا ابدا بيلا صوغا قبتي وقفا نابالو هايو وانا شاقدي قوه ريسين آن بلابي إساقنو شاقين تري عمر شردون عباس بالارهذا وحويان بوس كيجي يرانتي محل رهضاي وحويان معالي كيجي وشغل وجوه رسين قبتني كيانو قبتي نكي بريش قضاء بوس كيجي وجوه ريويان عاد بنو سلام يا عبد الفتاح ونكفو قص للدونين بدن انت بدن وابن قص لا ما هتصنت يا ولا علا حسن عبد الله آسيا أحمد ولا شيء قالي ولا شيء رم هذا لا دلتي أنا إذا هلكن كارك يا سلام يا أد بني دي ماذا سلام يا أصحابي مراكني ما أدري حمزة كسوت طلع مراكني وحنا ميالة وحنا دين برا يا قبل هلكن هابريرا وما ما برشو ناكسين سكبرتا السلام عليكم وحوي قبل أن يبت إلهي وأنا بتكيني مراكني وحمد نين وانا مدحوين النور نقضي شال الدون يمن يسنعك تكتي وضد مساكين الصومالي صار مسلا وقفتي بقول اللي احنا قفا كل متي الصومالي مال والبيء الدقاقين مريكن وحبا ميالان عداد حوقع دعدع هشينا ما وحي يرون كشقي ستين دي ودن كينا هبل هنتي اي معان واميدان هوي لغا اوران وارون بان ماها هاد مريكن ادال عكا هري سمحا وقودي ويدي لبقون وضالي نشين قصيني تعك اللي هري ما هالشيء مي 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 اللي راح العاقة ما هينا وين قروح بدنا وين أقول رأينا سيدر ويا عربة ما عرب معك فلا سومالي ما سومالي ده آه سومالي على العاد شوكولات شوكولات عداني كلني ما يمين نين ما دوم الربع سي عرض طلع عرفت يدو أيون نقدان سكتشير هبره يا ها أيام لبي لو تنسين الجرتا وعلتك تهر جيسو وعلت غي برعة هير مقدشانة مقدشة وانت غي تقول بدلين نقول بعير باص كتشو جانا إسكاله قريه نيو تدستين عن تجي وحن تجي كسمايو وحن تجي نيروبي عن كسر لافي إن شاء الله تعالى وحن يرتين عمشة شوتين بعاف ما غير قبل كبرنا يرتان بورصة ضد إلهي أكلي جو وارضية تقول عقل ما هريهر تبوت فرم بيرادياني هذا الله شيء جهوا يا كبرنا يا دينا دنا توفي عن تاي كبرنا يرتان ديكشيلها جينينا العكس دي ديكشيل ما هو دابشيل دابشيل العكس دي بدابشيل صدق إلا تنسنا ميت أيضا لا يقول الله يقبوا بي العك دراي مرنا ميل كوبي وحنك شقين شري أو لغوص ما يكمبيوتر هذا مرنا باركن مرنا هوم هلت أي مرك وحوي عرفت هذا شرته مايا انا ما عقش كده انت هدت شفت العقبه الرادينه السيني برف با انو كو دحتنا برف ما هو دوبي وانا دوبي دانا برف كيم كما تاع عاد با جرتين واكا دوكا وان ما سنت هاي العكس ودي بالي ما وصلنا ها وصلنا حتى يقول يلا يا كابول هدا ويل كسوت تغتنا اه اصحاب تعال كان فيسبوك وكو جيرتا فيسبوك ما قلااني وا فيسبوك يمك لايف فات كو جيرتا لايف فات كو جيرا لكن دكي ما ستاس كو داوانيان waxay leen wad ha quruxda wad u dhalatay waxay ku leeyeen asxaabti sidaad u ogtahay wallahi en dadku waxay ku leeyeen ma taqaana oo ku salaamina si fiican baad u hada shay salaamullaahi wa ka helna hadalkaaga salaamullaahi ha salaamullaahi bayn intri maadaam muhammad rahdaye
حليمة أنك علي؟ كالي دي ما يدك هنا أنا أركتي يعني كاركاني. السلام عليكم. إن أنت أنا لازم بالعرب برشو نكسن وأنا سلامي أصحابتها. كلنا بدينا أصحابتها ما شاء الله. آه ما شاء الله إلهي هبرك يا هبرك يا أصحابتي لا أنت إن شاء الله. كبرتهم كبرت عنك. ده حني ده في عم بيني فيسبوك وارن ده كوفي عم بلاك بدن. أحب سيدي ما مضو. أي محل هذا إنه شكتي لعتي لها رأي ولي ما أنا سيدا إذا شكتي ما مدو حيتري ضلكي هوي واحدة ما متشرف وارنتي إذا هنتي معان ومدن هوي لقى أورن وارنتي إذا إن ها أد بدين سلام الساحة بريرو إن محل هذا أصحابي سيدا إذا شكتي واحدة إذا شكتي يا كلا إن ضلكي هوي واحدة ما متشرف لعقلو كيسك تال تال ميشرتو رجي ودا جودة شبابا هم لسه جوري قفديا مفانتين مرجع كوسو يعني هلكن إلهي إنتو كهرين السن بدله هوا العليا دل كوجي هويو ودا كوجينا نبض هوا قديم تي ودا كوجي دباتو إنك شرتو إلهي نبض هكديكو إن محل راه ذاي أنا جن إلهي حقان الجرنسي ودا كيجي هنقول عليه شبوتي ونبضع لعق ماشة مطالع أسياي لعق قف جيرادينه أنا واحد مودي مركب أنا مركب مريكة صاي ما دينه باش دولار كسرلو كوي يلي على بقى اللي واحد اللي مريكة كله قصة ما لعكت موقتها ما حابت شرب وابي برد دولار بقى لين وحيد ما عدانا يقول ثمان دولار سين قاعدة قصة فشت مركب صاي أنا قصتن نلاشة مركب صاي الجيبوتي يسوماليا وح داما ميشرتو وايو يسومالن طبعا سومالن وكيلابي يسوا كليتو بيه كينيا إن محل راه هذاي واحدة ما متشرو والله ودن كينه هويو أصحابي وحبا بضها سوق لنا وحبا هيس الصاوى لنا وحبا هالسوق تهريبنا هلكن وحمي يالان والله قف كيدين راه هذا وحبا يالا دارها يرير دارها يرير هوستو دين تسكو صوران أي كلين وحبا يالا وحمي يالان مرايكن مرايكن وح الله لي وحيالا متشرتو ضد كايق بقى قاتشونيا وحضر كيسا ضد حربان سنياشا ماركسا ضد اي داتين ضد وحجرتهم هاي داتين ضد سقاشن كب أردية أرد مالاي كو أرديان مقرنسي مرايكن يا يورب طونا وحمي يالان ودن كينو هوي والله كوي كنو لا والله كوي كنو لا مالكستا مالكستا وحي بريان إلهي سيأيقو نقضان دلكي هويو وايو لكن وحبكو ما هايستان إن وحا لا ليحكو هايستان متشرتو نولو شديان راح حد يرد ساو راح يسن السي شقالي هي راي كل شقينا هذا بقل دولار لقو صدر يبيلا أي هدا دوت بقل شقينا دوت كل شقينا راح يسن السايد سيدا أور سيدا سركال كون وشاي لكن هلكن كبردي واحد شقتي قصة تدبدي في نمو واحد قصة بحر قصة تدبدي الصبح نمو نيك تدبدي الصبح نمو ويد ويدارنا يا وحقصة بليا وحقصة بحيام حالة راح ضاي إن تدبض هبين مرة نعكتي إني كيس قبي وقتي يسكمي هليان وبعد كي وقتي ده كل وقت مان مشتريتو جوريجا شو أدرس رحنا مادي كبردي وحدار كيسا دور بلاد كدي تيمي هداتين فول حماتي مرة عصوني كنا لعكتي وريان تعرى أفريقيا قبل كسو جرسنا وسكر دجاني نو حبا يسنو نبى صوت ده مرة كان كإيمي وحاسي مشتران صاحب بيال سو مرة أصحابي كوي مرايكن جوه قاچونيان كوي يوروب جوه قاچونيان والله فرطة كوها يان تا قاچه دو حق غصيدر والله فرطة لو هاي ليهين اللي إلهيو طالة شرعي قديب ما لو لبعشن طالة سيدان اللي إلهيو هادا لعاكتم حالة راداي سو ساروينو اون شقاوينو قوريقا يانا قبحن مركا قوريقا هويو هانتدا دا هويو هانتدا دا هويو شانت الصوماليات وحق راما مترو شانت الصوماليات يان لاقا إيمانين أنا غي كنمي فائدة كويني بلا هذا واحد فائدة على ما هيو مسكين كير أنا أبى قارو من بساري أبى قاري يربو ساري هاي ونفتي كذا بحذو قبل يجي سبع عريان إنه سويتر صدقني يربا وقعد لمن ما فهمتين كبرنا سكوب بس إذا تايو هتلاقي سام صحي السلام ووين السجال شنجرو لوك سام صحي وآخر الزمن كير سكعد سلام تولد تصبح تصبح أفريقيا لتشوفتين تكمل بقول جهر لقطة تصبح رونيسا أنت محل هذا هي أفريقيا هو يمكن إحنا يرب مرسنا يعني عديها تصبح هذا يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا صار جوري موت راح حد يدونك نايا هبلا يو كم شح يصش وعروتي دي هي هو يو هل كنا يا هبلا يو كم شح يصش وياد بصش وما ده مبلغ عماتها وياد كان سترس بود الدليل فكر بود الدليل عمر الدق دق بين قاد سيسينهين هاي سكوي مانينا رير دوت كتشوغا افريكا بوفيسكو قبا ولي من رير كينيا كوك صومالي دا كينيا تشوكتا
يلا ايمن حقا حمي يا لا ولا شيء يا سلام يا ان تليفون باي سو غلي ان مركا والله هويكن عرورتا ديرايله ان يودوف هبلاي مريكان با يبدينا كيغو مريكان جوغا هبلاي يوروب ان كيغو جوغا ما حالا ما جيرتو والله هويينو waxa ma jiraan halkan qofkii arkay indhihiisa ku arkay horta waa waayo aragnimo hada timaadid halkan waa waayo aragnimo waxyaab badan bad arkaysa marka waad ku taamila qaadanaysa ma fahantay laakiin marka kala shaake kugu taa waxad sanaysa dadkan way ka xaasidayaanba ina timaadid bay diidayaan kowde marka wax la idin ka xaasidaya ma jirto een wax la idin diidaya ma jirto een maxaa la raadaa waxa ma yaalaan een asiya ahmed walaashay waliga qoslisay luqan ku waramay doona insha allah diilay raado een mawlid aad baad u mahadsantahay walaalo boqolkiiba boqol dadka qofka binaadanka ina laysa soo lugoyay ma fiicna qof waliba wuxuu arkay inuu ka hadlaa fiican yaa markaa waa kaas xabay een jaalaysa soo lugoynayaan laysa soo lugoyno kaale kaale يوروبيا مرايكم بيكا شدان تهي ايال هاي دن اوڑانين داق داق وحوري داق ويل داق لده هل كانت كتشرا وحو يقول بينا لي بيوري وح ويا لان بول وح كستابا ان وحيا لان ميتشرا ولا علي لكن كالي صو واد صو واد صو كفف في الدان تهي مركات برفكا baraf chooyad chooyad dharayntaad gurtid aad meedhidad meedhid adigoo anina cuntada era fadhiga afrika markay joogan hablihiin eri hooyada ku soo dhigan ma jirteen aadan halkan wada xamaalin wad shaqaysan aadan fariido ee kaale kaale waa lagu soo dhaweynayaan aadan dadkii arkay baaba rabeen inay noqdaan marka waa kaas maxamed xasan aad baan ku salaamayaa walaal oo mahadsan tahay waan idin salaamayaa dhammaantiin ba asxaabay waan ka sii baxay waan sii qiiqay anigu hawada ka baxayaa yaa haa maxamed cabdiraxmaan waa runtaada walaalo wixii anu aan ku dhaamay ayaan arkay waan u sheegay dad baa dibadda ii taagan asxaabaan sii socdaa waxaa laygu leeyay filsanay ka sacar meesha rag badan oo hooyooyinkood ayaa hooyo amba walaalahoodna ayaa heblaayo cunto iisoo diyaari iisoo qaad cuntada lahaa ma jirto saaxiib waxaas halkan waxaa kasii daran waxaas barafka la gurayo marka asxaabay aad baan idin salaamayaa dad baa imiday waan sii socdaa aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba waan idin jecelahay meel kastoo joogtaan bye.